حظي وحش كمدرب. انا بس افتكرت دلوقتي كمان ان انت وانت لاعب بتابع انا كوره من زمان بقى، مش صغير برضو، في التسعينات كان برضو حظك ان بتلعب مع فيليكس وحسام حسن، ورغم كده كنت بتخش وبتناحر وبتتالق بس انت برضو لو كنت بتلعب في ظروف ما فيهاش حسام حسن انت بقيت المهاجم الاول للاهلي ومنتخب مصر وكل حاجه. والله طبعا هو شرف ليا ان انا لعبت في النادي الاهلي ومع الجيل ده في وجود كابتن حسام حسن وفيليكس، يعني كان صعب ان اي حد يلعب عليهم. صح. صعب جدا، مش في مصر، لا على مستوى الوطن العربي وافريقيا. صح. فيليكس كان متالق جدا مع منتخب غانا ومعروف مع النادي الاهلي، وحسام كان كابتن مصر والنادي الاهلي يعني. ورغم كده انا كنت اصغر يعني سنا منهم، ورغم كده يعني جبت مع النادي الاهلي اهداف، يعني الناس انا جايب 63 جول مع النادي الاهلي يعتبر في ثلاث مواسم. الموسم الرابع بتاعي انا رحت نيوشاتل السويسري وكان جاي لي مونشن جلادباخ الالماني، فجبت اكتر من حسام وفيليكس في الفتره دي رغم ان هم اللي كانوا اساسيين وانا كنت احتياطي. فلو عملتها كده يعني نسبه وتناسب في ثلاث سنين يعني كنت بجيب في الموسم 21 جول. فالنهارده اللي بيوصل ل 15 جول بيبقى 15 ده احنا بنقول عليه بيخش يعني بيلعب نون الخليازي بيحترف في ريال مدريد. لا يعني حقيقه يعني يمكن الواحد بيتكلم دلوقتي مثلا بعد زمن عن او ببقى مبسوط بالحاجات دي، لان فعلا احنا كنا في جيل صعب وكان كل الانديه عندها لعيبه كويسه والحمد لله كان ليا يعني مباريات كبيره مع النادي الاهلي فجبت اهداف وربنا كرمني يعني وكنت هداف البطوله العربيه يعني البطولات العربيه كلها. فبتمنى ربنا يعوضها لي في كمان يعني اكون حظي احسن في التدريب ان شاء الله فجاي ان شاء الله.